أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار. غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها إلى المجر في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن تعقد قمة مصرية مجرية تتناول تعزيز التعاون بين القاهرة وبودابست في مختلف المجالات. كما يشارك الرئيس السيسي في أعمال قمة تجمع فيشغراد الذي يضم تشيك وبولندا وسلوفاكيا إلى جانب المجر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة على جميع الأصعدة. وخلال استقباله لوفد من الكونغرس الأمريكي، استعرض السيسي رؤية مصر فيما يتعلق بالأزمات الراهنة، لا سيما في ليبيا وسوريا وجهود مكافحة الإرهاب. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن مصر اجتازت الكثير من الصعوبات والتحديات، وأوضح أن الحكومة وضعت نصب أعينها وهي تتخذ الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصري الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. شددت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أن السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا يأتي من خلال الحوار الليبي. جاء ذلك خلال استقبال الفريق حجازي عضو المجلس الأعلى الليبي أبو القاسم أغزيت، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا فضلا عن سبل البناء على نتائج الاجتماعات السابقة التي استضافتها القاهرة. قتل 14 شخصا وأصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري استهدف مخيما للنازحين في محافظة الأنبار غرب العراق. وأوضحت مصادر أمنية أن التفجير استهدف مخيما غرب مدينة الرمادي الواقعة في محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن غالبية القتلى من النساء والأطفال. شكرا لطيب متابعتكم.